معروفة هي المناطق المحظورة حول العالم، إما بسبب إشعاعات نووية أو الكائنات المفترسة التي تعيش فيها، مثل بعض الجزر التي تحتلها الثعابين السامة والعناكب المرعبة. وقد يتم حظر بعض المناطق لأغراض عسكرية أيضا. لكن هناك جزيرة واحدة بالعالم محظورة على البشر منذ ما يزيد عن 60,000 عام، ليست للأسباب التي ذكرناها للتو، فهي ليست مختبرا عسكريا سريا ولا حقل نشاط إشعاعي ولا تغزوها الكائنات السامة. إذن فما الذي يجعل منها محرمة على البشر ليومنا هذا؟ جزيرة السنتينيل التابعة للهند، والتي لم يقوى أحد على استكشاف سكانها الأصليين ولا ما يجري بداخلها، حيث حاول البحارة الصينيون والعرب على مدى قرون من الزمان الاقتراب من الجزيرة ودخولها، لكن سرعان ما تتصدى القبيلة المحلية لهم بالرماح والأسهم. بل وحتى الحكومة الهندية التي تعتبر وصيا على الجزيرة لم تتمكن من دخولها ولا معرفة طبيعة سكانها، لتكتفي فقط بالمراقبة من خلال صور الأقمار الصناعية، وذاك ما كان مستحيلا نظرا لكثافة الغطاء النباتي لجزيرة السنتينيل. تسكن الجزيرة قبيلة السنتينيل التي لا تسمح للغرباء بدخول موطنهم، وترفض كافة أنواع التفاهم مع البشر، لدرجة يقتلون فيها برماحهم السامة وأسلحتهم القاتلة كل شخص يحاول دخول جزيرتهم دون حتى الانتظار لمعرفة نواياه. ويعتبر شعب السنتينيل من أخطر الشعوب على وجه الأرض، ليس لوحشيتهم فقط بل لحملهم نظريا لأوبئة وفيروسات قاتلة تطورت معهم من خلال نقاء سلالتهم غير المختلطة. يتم رسميا إعلان الجزيرة من طرف الهند كمنطقة محظورة تماما، إلا أن أحد المستكشفين والذي يدعى جون ألين تشاو تجاهل الحظر ليلقى حتفه بضربة سهم سام من قبل سكان الجزيرة.